أثرنا المصرية العظيمة هي هويتنا من أول الفراعنة وكل العصور اللي مرت بيها مصر وصولا إلى العصر الإسلامي. بنفتخر وبنعتز وبنتشرف بكل أثرنا المصرية. والجميل بقى أن يكون المشرف على ترميم هذه الأثار هو مصري أو مصرية في الأصل قبطية بتبص وبتتعامل مع هذا الأثر بكل حرص وشطارة واجتهاد، وبتبقى حاجة ملفتة وجميلة جدا لأن هي دي طبيعة مصر وهو ده جمال مصر. بيشرفنا أن احنا نكون معنا النهاردة مهندسة جاكلين سمير، أول مرممة أثار قبطية للأثار الإسلامية، وهي كلمة السر وراء تطوير المساجد وإحياء التراث المعماري الإسلامي. بس مهندسة أهلا بيكي. أهلا وسهلا. مشرفانا ومنورانا ويسلم إيديكي، وحاجة كلنا كمصريين فرحانين بيها. ميرسي، ربنا يخليك. خلينا الأول نتعرف على حضرتك ونعرف دراستك قبل ما نتكلم على يعني ترميم الأثار الإسلامية. هو أنا أساسا خريجي جامعة القاهرة، متخصصة في ترميم الأثار بشكل عام، يعني مش متخصصة في نوع من أنواع الأثار، لأن إحنا في الكلية بتاعتنا إحنا بناخد الترميم بشكل عام كمنشأ، كنسق معماري، كتراث حضاري، حقبة زمنية وكيفية التعامل معاها. شغلنا أكتر بيبقى إنشائي أكتر، أو التعامل معاه بحيث إن هو لو في أي ديتريشن أو أي تلف نبتدي نتعامل معاه إزاي، وبيختلف باختلاف الحقبة والتراث المعماري وحاجات كتيرة قوي بنحطها. دي أولا النوع دراستي. بعد كده ما ابتديت أشتغل كان في أكتر من منحة ابتدينا ندور عليها، لأن في الوقت ده كان مجال الترميم الأثار بالنسبة للمصريين يعني من المحرمات شوية، لأن احنا واجهنا في الفترة دي إن كان في الفترة دي عبارة عن البعثات الأجنبية بتحتل كل شغل الأثار، ترميم الأثار. امتى يا باشمهندس؟ أو تحديدا يعني الوقت ده كان تحديدا أنا كانت 2001 لما خرجنا لقينا السوق بيتعامل معانا بشكل ان احنا ممكن نكون اقل من اسيستنت للناس الاجانب. فابتدينا نشتغل. انا الصراحه الوضع ده ما عجبنيش. ليه؟ لما اكون انا صاحبه البيت واجيب حد يشتغل لي في بيتي، هل هو هيكون أدرى برؤيتي أنا، أو أدرى بطبيعته، أو أدرى بقيمة الحاجة؟ لا طبعا. طبعا الموضوع ده خد مننا وقت كبير كبير جدا، صراعات منازعات عشان نبتدي ما يبقاش علينا مشرف من جانب يعني أجنبي، أو جهة أجنبية أو بعثات أجنبية، لأنه كانوا بيتعاملوا معانا مش إن إحنا أصحاب البلد، لا بيتعاملوا معانا إن إحنا أقل فكريا وامكانيا، او دوله ناميه، او زي ما بيقولوا يعني بنمتلك جواهر ما نعرفش قيمتها. يعني احنا حديث العهد بقى من اول اكتشاف حجر رشيد بقى من 200 سنه، واحنا انتوا لسه جداد في الشغلانه. اعتقد ان هم كانوا شايفيننا برؤيه الجمل والصحراء اللي هم جم الفكره دي بتاعت حضرتك. طبعا ابتدينا نتعامل معاهم ان احنا ابتدينا نزود دراسات، نقوي الباك جراوند بتاعتنا التاريخية، نبتدي نحاول ناخد حاجات صغيرة، نحاول نقنع المختصين بالمجال والجهات المعنية ان ممكن ما نبقاش مشرفين او عمال، احنا ممكن نبقى مهندسين. الموضوع وصل لان انت كنت بتشتغل تحت ايد مشرف من عندهم. اللي فاجأك في الموضوع ايه بقى؟ ان الناس دي اساسا جاية من بلدها ما هياش مختصة زينا. احنا في كلية الاثار وقسم الترميم بالذات انت بتدرس كل انواع الاثار، مش تاريخيا، انت بتدرسها معماريا وانشائيا. فانت انت مش مختلفة. انت مش واخد الموضوع جانب هندسي، لا ده انت واخده معماري، لا ده انت واخده ترميم، لا ده انت عندك باك جراوند تاريخيا. بناخد الموضوع وجبه كامله متكامله. فوجئت ان الناس دي مش مختصه زينا، مش قويه زينا. اخدت الريسك بقى. أول مرة أخد الريسك لما تعينت في المقاولين العربي الصراحة. كان ده في بدايته في المجموعة الخامسة في شارع المعز. بعد كده خدنا شيخه البحري. بعد كده ابتدينا نعمل في شيخه البحري أول مرة سقف مزخرف نرممه.
طبعا ده كان انجاز، محدش كان مصدق ان دي مهندسين مصريين قدروا يعملوا الموضوع ده. وانتوا بتتعاملوا زي ما بيقولوا كده، لسه بقول زي الجراح يعني. جراحين. ده كمان ده في جزء من الترميم اسمه الترميم الدقيق، اللي هو الجراح ده اللي بايده. في الترميم المعماري اللي هو بياخد التصور المعماري. في الترميم الانشائي، الراجل اللي بيبتدي يبص على البنيه التحتيه. يا ده اقسام كتيره يا باشمهندس. طبعا اصل حضرتك انت ما بتدخل اثر، الاثر ده مهمل ومترك من فتره كبيره جدا. انت بتبتدي تكشف عليه. تكشف عليه ازاي؟ اهم حاجه بالنسبه لنا في الترميم ان الـ 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 الجزء اللي هو ريستد عليه او المستند عليه ارض صالحه. فبنبتدي نعمل الاختبارات بتاعتنا ونعمل الجسات ونعمل نشوف الترتيب الطبقي ليها، حصل فيه ميه جوفيه، بنعالج الموضوع. يعني احنا مش بنبدا من فوق لتحت، احنا بنبدا من تحت لفوق. لفوق تمام بالظبط كده. فخطوه خطوه خطوه بقى عندنا قسم كبير جدا في المقاولين العرب اسمه صيانه القصور والاثار. يعني احنا كمان حتى قصورنا مش هنسيبها لحد، وده يعتبر قسم متفرد في شركه مقاولات مصريه عريقه طبعًا. زي المقاولين العرب طبعا. هو يعني متفرد يمكن في الشرق الاوسط. الشرق الاوسط لان احنا كل اللي موجودين مختصين تماما. سواء مهندسين مدني، انشاء، معماري، ترميم، كلهم كل التخصصات. بداوا كمان تاني في المقاولين العرب يوجهوا اقسام تانية وادارات تانية زي الادارات التخصصيه. ابتدوا يعملوا لنا ناس حرفيين. ابتدوا نرجع تاني لتنميه الحرفه والصنايعي القديم اللي كان ايده زي ما بيقول تتلف في حرير. بقى عندنا الحديد، بقى عندنا النحاس، بقى عندنا الخشب، بقى عندنا الطوب بنصنعه القديم بشكل الاسرمال. بقينا نحاكي كل ما هو اثار حاليا في مصانع كامله للمقاولين العرب. ده حاجه حلوه جدا. طبعا لا لا، احنا الشركه كانت دعم كبير جدا لاظهار مهاره المرمم المصري. طبعا. والنقطه اللي حضرتك قلتيها ان انتوا كانوا جايين بيتأستزوا علينا وهم اقل مننا، لا ده احنا يعني بالبلدي كده احنا معلمين برضو نعرف نعمل شغل كويس. احنا علمنا عليهم كلهم. تمام. يعني فاضل لنا تكه بقى الاثار الفرعونيه ونبقى كده احنا امتلكنا كل ادواتنا. ان شاء الله تعملوه. طيب خليني بقى اروح مع حضرتك للموضوع بقى الساحه حاليا وتجديد مسجد السيده نفيسه اللي شاهده طبعا وافتتاحه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساجد ال البيت كلها السيده نفيسه، وعندنا السيده زينب، وعندنا مساجد الحسين، حاجات جميلة في التاريخ المصري. بداية بقى تعاملك مع هذه المساجد. هي بداية التعامل مع المساجد كانت جاية أيام الثورة. لما كانوا المهندسين في المقاولين العرب بيخرجوا للتأمين. أيام 2011؟ يا ده أنت جيتي في عز الوقت. أنا اتضربت كتير الصراحة. البداية دي كانت أيام تأمين المنشآت اللي هي معرضة للهجوم، وكان منها وأبرزها هي وزارة الأوقاف. فالقدر بقى قال ايه، انا الوحيده اللي هو طلعت من الاداره ان انا اعمل اللي هو نظام اسوار اللي هي زي التي وول اللي بتبقى منع لعمليات الانفجار والكلام ده كله لحمايه الاوقاف. ومعالي الوزير طبعا لما رحت هناك بصيت على المبنى، مبنى جميل جدا، نسق حضاري، ما ينفعش احط بلوكات مصمطه طبعا وادمره طبعا، برغم طبعا الازمه اللي احنا كنا فيها. عرضت على معالي الوزير الاوقاف، هو كان أول مرة يتعامل معايا. قلت له أنا عندي حل أحلى بكتير من كده، احنا ممكن نعمل نوع من أنواع الأسوار ياخد نفس الشكل الحضاري الموجود ده، وفي نفس الوقت هو هيبقى ديفنس، أن احنا هنعمل مسافة ما بين السور القديم والسور الجديد ونحاكيه، فعملية الأتاكت أو الهجوم هتبقى في عملية التردد دي في النص، فمش هتعمل دامج، في عامل أمني قوي، حماية. تمام. طبعا ده كان هيبقى فيه تكلفة أعلى طبعا، بس هو عشان عنده حس وطني قال لي أنا موافق. فطبعا كان في ريسك، أنا بشتغل في وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف دي حضرتك تمتلك أربع نواصي. عارفها. شارع الشريف والشعراوي وتاني وشارع نفسه اللي هو بتاع التحرير، هي متسنطرة في منطقة عبدين أو باب اللوق تقريبا، زاوية كاملة. فطبعا ابتدينا نشتغل بالليل واشتغلنا بالنهار شوية شوية. معالي الوزير قال لي طب ما احنا عندنا جزء كده من جامع النور، شوية شوية مسجد رمسيس كان متعرض لهجوم كبير، اللي هو الفتح اللي اخدوه فترة من فترات، الفتح رمسيس اللي اخدوه مقر ليهم. طبعا ايام فض الاعتصامات بالظبط، وعملوا حاجات كتير فيه ودمروه. رحت بقى عشان ابتدي اشتغل معاه، كان قابلتني صعوبة رهيبة لان احنا بنعتبر ان مسجد الفتح رمسيس ده كان في فترة من فترات اعلى مأذنة في الشرق الاوسط، هو حاليا تاني واحد. فاحنا بنتكلم في 130 فوق سطح الاول مبنى كده، يعني لو هتجيبه من الارض واصل ل 150 متر.
فين ممكن السقالات او المعدات اللي تخلينا نطلع بالارتفاع تبقى امنه للناس ويشتغلوا بامان. يعني هو انا شويه عندي افكار مجنونه وعندي مديرين حلوين كده يعني خلينا نقول مبدعه. لا الابداع بيبقى فيه حته وينش ورفعنا الكمبريسور الكبير والمعدات الكبيره وعلقناها على اللوناش فوق وابتدينا نشتغل عن طريق الجزء اللوناش على قد ما نقدر نوصل باللوناش عملناه. وبعدين ابتدينا نعمل حاجات كانت ليفر كده وتيو بتاع ده سقالات معينه بشكل معين لغايه ما خلصناها كلها واشتغلنا. ومسجد الفتح حاليا طبعا منور الميدان طبعا. وانا سامع ان في قريب خطه تطوير لمدار رمسيس، فمع خطه التطوير والعشوائيات اللي الدوله بتحاول تفضها ونقل جزء من السكه الحديد هينور رهيبة. اكتر واكتر. لا ده فكرني بس بقول لك موضوع على موضوع العشوائيات الناس اللي بتهاجم وتقول ان ده ناس قاعده. هنروح له. طيب نروح بقى لمسجد السيده نفيسه آل البيت، ابتدى فيه الشغل من امتى وايه كان طبيعته؟ يعني الموضوع ما كانش كده. يعني بالنسبه لي البدايه الرائعه كانت الحسين طبعا. طبعا يعني انا كان في البدايه آل البيت بالنسبه لي كانت مهمه جدا. ليه؟ لان انا سافرت اكتر من بلد وحسيت ان آل البيت احنا كمصريين بنحظى بيها. موجوده عندنا الصوفي بتاع التدين المصري، الاسلام المصري الوسطي هو اللي بيميزه. يعني الصوفي اصل انا بحب الصوفيه الصوفي مش هو آل البيت قد الشيعه. بس اللي موجودين الشيعه اللي عندنا هنا لا، طائفه اللي هي اكثر هدوءا اكثر سلاما اللي جزء منهم البهره. الناس محبين لآل البيت للاضرحه ليهم معتقدهم يحترم. تمام. لكن احنا يعني احنا نمتلك كل ده. فالفكره جت من هنا. جت بعد كده كانت حد قال لي روحي اعملي لي حته يعني ارض كده فوق السطح بتخر ميه في الايام دي. قلت لهم ماشي اوكي. بعد كده متعامله مقايسه طالعه بيها غتاته يعني ورزاله. انا معالي وزير الاوقاف قال لي هيبقى مبلغ كبير. قمت واخداها برضو للهيئه الهندسيه. قعدت الف كتير الصراحه يعني. بعد كده قبلت الفكره بشكل جميل جدا جدا جدا. لحد ما وصلت يعني من الهيئه الهندسيه ولا طلعت؟ لا هي الهندسيه هي اللي ساعدتني الصراحه. معالي وزير الاوقاف طبعا دعم مالي وفني وهم المشرفين على كل الاعمال. طبعا. ودي حاجه تطمننا. لا ما هو اللي يطمنا اكتر ان الريس من المنطقه فكان حريص اكتر مني. مركز في كل التفاصيل. ما هو حافظ بقى المكان وده كان التحدي منطقته. كل ما نطلع بمقترح لا هو حافظ كل حته. خليني اقول لك على حاجه. انا منطقه سكني يعني بتاعت والدي قريبه جدا. انا كنت يعني في ايام رمضان وغير رمضان انا متعه عندي ان انا اروح من منطقتنا لحد هناك والليالي والسهر هناك في منطقه الحسين والازهر يعني. وانا اسمي شنوده وبفتخر ان انا يعني قبطي بلاقي بلدي في وسط المناطق دي. يعني زي ما بفرح بالاثار الفرعونيه والقبطيه انا ده جزء من هويتي. على فكره هو مفيش اختلاف خالص. ايوه احنا 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 عباره عن ميكس. ميكس يعني وميكس دايب فانت. أيوة. مش هتعرف تفصله. انا مش عارفه ليه بنصنف. ما هي المصالح بقى للناس اللي كانت عايزه تهد وستيل موجودين ومن دي وان هم عايزين يعني يهدوا الفكره ان المصريين يبقى هم ممتلكين زمام امورهم والقافله تسير. طبعا نوي. انا على فكره ما بقفش قدام المواضيع دي نهائي ولا بتفرق. ما هي واحده عامله كل الحاجات دي كلها اكيد طبعا بتقابل ده كتير. انا عندي هدف اوصل. انا عايز ارجع بقى لحضرتك قلت لي هرجع لك للحته بتاعت العشوائيه دي. لان دي بتشوه القديم والجديد. دي كارثه يا باشمهندس. بص انا هقول لحضرتك حاجه. هو يعني هو في ظلم ان احنا بنقول ان الناس بنهجرها من بيوتها. انا حاليا ماسكه منطقه عرب يسار. عرب يسار دي وانت نازل من عند القلعه هتلاقي الغوري. وبعد الغوري في قبه وضريح الشيخ عبد الله. بعد كده هتلاقي جامع محمد باشا. بعد كده هتلاقي ده العمق بتاع المنطقه جوه كشك المحمل. وانا داخل جوه كشك المحمل. ده اللي كان بيتم عمل كسوه الكعبه وتروح في كشك المحمل تبتدي تتزف وتروح والرحله بقى اللي بتوصل لحد هناك طالعه من هنا. والمكان ده مهم جدا. يقول ان احنا مصر صاحبه رياده وسياده منذ القدم طبعا. ولما بتمتلك شيء كويس بتحب تساعد الاخرين يعني. الموضوع مش كله عطاء مادي. طبعا انا ممكن ادي عطاء فكري تطويري اكون ساعدت اكتر من الفلوس. بس مهندسه جاكلين ده احنا في دول وبلاد دون ذكر اسماء يعني خدت من عندنا عواميد وقصور بنت بيها حضاراتها يعني ومعروف مين هم يعني. انا هقول لحضرتك حاجات في الموضوع ده.
احنا في كل خطوه كل زاويه بنتخبط فين في اثر. احنا 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 نمتلك اكتر من تلت اثار العالم. تلت الاثار العالم ده كده لان احنا بنزين كل متاحف العالم بينا باثرنا. في متاحف بتتعمل على عنصر او ايتم واحد بتاعنا. انت متخيل ان انت بتخبط في الاثار فانت مش مدرك قيمتها. ادرك قيمتها لما تروح دول حضارتها مش قادرين يجيبوا حاجه توصل ل 18 20 سنه 500 سنه بيشتروا التاريخ. ده انت تصدر التاريخ. انت مش هنقول من 7000 سنه. لا احنا عايزين نعمل تحليل نشوف الارض كان تكوينها امتى ووجود ادم وحواء. هتلاقي المصريين بحضارتهم احنا من قبل ما العالم يعرف عمر قبل الأرض التاريخ قديم. بتاريخ طبعا زي ما الكلام طبعا طبعا ولازم نفتخر بكده ولازم نبقى عارفين ان احنا لينا اصول. تمام. ما احناش اقل من اي حد. طبعا ودي لازم تبقى قناعه عندنا. مهندسه شاكلين عايزه اقف معاكي عند نقطه. اكيد مع اللي حضرتك بتقوليه والعشوائيه وعلى ذكر العشوائيه بتتعرضي لحملات او بتتعرضي لمضايقات مهندسه. وانا اقصد اقول مهندسه مصريه قبطيه وهي مصريه قبل ان تكون. وخلينا نقول ان مصري وقبطي مصريه مسيحيه وبتفتخر ببلدها زي ما بتفتخر بدينها. بتعمل ده كله اكيد بتتعرضي لبعض الضغوط خلال الرحله دي كلها واخيرا برضو بعض الهجمات اللي بتتم على حضرتك. ده تفسريه بايه او ده انت شايفاه ازاي؟ حضرتك بيقول لك انت لو فاشل مش هتلاقي ليك عدو. لو بني ادم ما بتعملش حاجه بتضر بمصالح الاخرين لكن انت واثق ان ده يعني في مصلحه بلدك ومصلحتك انت كشخص. اصل كل واحد فينا في حته بترضي نفسه. انا من بدايه الموضوع ده كله انا فكره العائد المادي لا. احنا طول اليوم في الشارع طول اليوم قاعدين مشردين ما بنروحش بيوتنا بالايام. فما اعتقدش ان العائد المادي بيشغلني. انا عندي هدف والهدف ده انا هقدر اساعد بيه بلدي. انا هظهر كل ما هو ممكن اظهاره وتلميع كل ما هو ممكن اعمله في بلدي عشان انا عارفه ان بلدي دي ضرت كل البلاد عن ايمان وعن يقين وعن عقيده. ايوه حلوين. مش هوصل للكلام ده. ايمان ويقين وعقيده. عقيده. عقيدتي مش ايماني بس. ما هو ربنا قال ان احنا لازم نبقى شاهدين ليه. بنشهد ربنا الحق. ربنا العمل. ربنا النجاح. عندنا آية بتقول كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. أساس الموضوع. فأنا عندي عقيدة إن دي بلدي. شاء أم لم يشاء بلدي. فبتشتغلي بهذه العقيدة. مسيحية مسلمة بلدي. ست راجل بلدي. فأنا هعمل حاجة. أنا هبقى شريكة لأن في يوم من الأيام هكبر وأبقى قاعدة كده وأقول لأولادي أو أولاد أولادي أنا كنت شريكة في مصر الحديثة عن طريق إن أنا أحيت لكم مصر القديمة في الحاضر بتاعكم. أيوه. فإحنا بنتكلم مستقبل حاضر هنعمله إن شاء الله. وأعتقد إن أنا بتهاجم ده طبيعي. ده اللي أنا واقفة ضد مصالح ناس كتير زي الرئيس برضو. ما هو الموضوع في يعني بالنسبة للعشوائيات برضو ما كملتش نقطة. لا اتفضل. أنا فوجئت وأنا بشيل العشوائيات في المنطقة دي. أنا ما هجرتش ناس. أنا هجرت تجار مخدرات. ديلرز. ناس بتموت من كتر الجرعات. انا حميت ناس كانوا بيجوا شباب زي الورد بيموتوا زي المنطقه دي مليانه. انا عارف. انا شايله اكتر من 3000 متر مكعب سرنجات اشلاء حاجات مرعبه. حاجات نقول للرئيس شكرا لانك انت بتشيل من على اولادنا وعن حياتنا ضرر زي الناس دي. ده وقر. تاني حاجة انت تعالى بص النهاردة على عربي اليسار كده وقف. ايه ده؟ هي القلعة اسوارها لغاية هنا؟ ده كله ده كان مطموس. الله. هو في ساقية اللي كانت مهمة جدا اللي هي كانت بترفع المية للقلعة وعلى حتة من سور مجرى العيون. موجودة اكتشفناها. الرئيس حريص لو لقينا طوبتين على بعض اعملوا لها. طبعا ده مركز في النقطه دي قوي. خطه. احنا ما بنشتغلش عشوائي. احنا خطه مدروسه. ما بنشتغلش لوحدنا. احنا عندنا جهات مختصه من الدوله وزاره الاثار بتراقب وتشرف. هي الاشراف الفني الكامل عن طريق ناخد موافقات من اللجنه الدائمه. اللجنه الدائمه دي مجموعه من الناس المختصه في الاثار. عندنا الهيئه الهندسيه بمستشاريها كلها بالاشغال العسكريه. طبعا. عندنا المقاولين العرب
بقطاع الاستشارات الهندسية لبيت الخبرة الكامل المنفصل عن المقاولين العرب الرقيب على المقاولين العرب من جوه رقيب من جوه رقيب عليا عندنا الإدارات التخصصية أخيرا المنفذين تمام. أنا الوقت بيجري والحديث مع حضرتك حلو عايز حلقتين ثلاثة لكن أنا في نقطتين عايز أعرفهم من حضرتك أولا عايز أعرف نبذة كده سريعة عن الجوائز اللي حضرتك خدتيها وهستنى بعديها أسأل السؤال الثاني اتفضل. الجوائز اللي احنا خدناها يعني انا حلوه اللي احنا خدناها دي اللي احنا خدناها لان انا مش شغاله لوحدي مفيش حد بيعرف يشتغل لوحده حلو قوي الفكره ده نهائي انا معايا فريق عمل ابتداء من مديريني نهائيا للمهندسين الصغيرين اللي ما عندهمش واسطه الاوائل الجامعات اللي ابوهم وامهم تعبوا في تربيتهم الله. وكل تحويشه عمرهم كان في ابنهم الله انا ده كان شرط اساسي واحنا بنعينهم في المقاولين العرب جامعات حكوميه ناس مصريين شقيانين على عيالهم لا هو الام عارفه ان ده ورثها ان هي حطت كل ما تمتلك في تعليم الولد فده كان هدف عندنا تيم رائع شباب من 2017 2020 جيش بقى خدتوا ايه بقى جوائز احنا خدنا جايزه احسن مهندسين واحسن مشروع على مستوى العالم دي كانت منافسه كبيره جدا احنا دخلنا مع كل دول من منظمات كبيره احنا دخلنا مع كل الدول المختصه في الترميم في العالم يا خبر طلعنا اول دراسه طلعنا اول ترميم طلعنا اول مهندسين اول مشروع تم تنفيذه وخدنا الجائزه دي كلها من امريكا حاجه تشرف حاجه على مستوى العالم خدنا طبعا اللي هي الجامع الحسين بقى الجامع المثالي فاطمه النبويه دره المساجد خدنا احسن شخصيات مؤثره في المجتمع خدنا التوب 5 مترشحين للاي ان ار تاني في امريكا عن طريق ان احنا بنعمل مراكز كمان الاي تي اي احنا ما بنتكلمش كمان احنا عندنا ورث متنوع احنا شبعانين قوي واغنياء قوي وعندنا شغل يكفينا يعني مصنع البيره اللي كان مصنع بير النهارده مصنع البيره اللي هو عند جامعه القاهره القديم الشركه القديمه متخيل بقى ان احنا النهارده عملناه اول مركز للذكاء الاصطناعي في الشرق الاوسط اي تي انا عارف ومبني انا شفته ودخلته حضرتك احنا احيينا زي البندقيه زي الشانزليزيه ايوه ما انا عارف معمول بطراز طلبه بقى داخله احنا هدفنا ايه انت قاعد في تاريخ جدك ايوه وبتتعلم تاريخ اللي جاي اللي جاي وانت النهارده في الحاضر لازم ترفع ده. راسك فاحنا دلوقتي بنوفر دخل حلو بنوفر قوي. العمله الصعبه لان الشركات الاجنبيه جت عندنا شركات الناشئه مش عايزه تتحاربي ده انت لازم هتتحاربي وهتتحاربي لا وعندنا اشتراط ان الشركات دي تاخد الطلبه بتاعتنا مش ما يعني مصريين تاخدهم انت جايه بلدي هتشتغلي بالناس بتوعي هتستعيني بناسي خليني في الاخر كده اخد منك حاجه قبل ما اختم ناخد انفراد كده لبرنامجنا في النور مفيش حاجه كده قريب هنفرح بيها افتتاحات كده قريبه لتطوير المنطقه دي طبعا طول ما احنا ان شاء الله النيه كويسه طول ما احنا هدفنا على حاجه معينه مش مشتتين يعني بس. عندنا حاجات كتير جدا وعندنا قال البيت كله احنا شغالين في الست حوريه شغالين وسلمنا فاطمه النبويه شغالين في السيده عائشه ده هيبقى بص هيبقى مفاجاه يا رب الرئيس عامل مفاجاه كبيره جدا في المنطقه دي حاجه تفرحنا طبعا عندنا طبعا السيده زينب بس هي اعلى في المسطح مسطح جدا طبعًا. بنتكلم من 12 14 الف متر مسطح يعني مسجد عمق طبعا جوه فهي ثلاث توسعات يعني الحسين كان 3000 متر 3400 بس تم انجازه في 18 يوم على فكره حاجه رائعه بجد المقاولين العرب إنجاز. كلها سخرت يعني عندنا باشمهندس العصار تمام. رئيس مجلس الاداره وباشمهندس طارق خضر عضو مجلس الاداره الناس دي كانت اعلى معايا على الرصيف تمام وده الحلو وده التيم ورك هم برضو فكر شباب لانهم مش كبار ايوه فكر حلو وده اللي بيخليكم تبدعوا مهندسه جاكلين سمير اول مرممه قبطيه للاثار الاسلاميه وكلمه السر انا اقصد اقول وراء تطوير المساجد واحياء التراث ومدير اداره صيانه القصور والاثار والمشرف على صيانه وترميم مساجد البيت حاجات جميله قوي حلوه الروح اللي حضرتك بتتكلمي بيها الابداعكم التيم المقاولين العرب في الاخر كلمه اسمها مصر والمصريين طبعا شرفتينا ونورتينا وشرفتوا بلدكم ودايما يا رب المصريين بمختلف انتماءاتهم احنا اقوياء جدا على فكره ومعلمين على الكل لا ما هنعلم بس بالتوفيق دايما يا فندم مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده اللي اتكلمنا فيها عن كل الموضوعات وختمنا بالموضوع الجميل بكره مكملين مع حضراتكم قبل دلوقتي بساعتين الا ربع في النور مكملين معاكم لحد يوم الاربعاء استنونا دايما الساعه 9 في النور تصبحوا على الف خير